تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد وإعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. قرر معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تشكيل وفد المجلس للجنة الحكومية البرلمانية يضم أصحاب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى والسيدة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات. وتكون مهمة أصحاب السعادة الأعضاء تشاورا مع ممثلي مجلس النواب والحكومة للتوصل للتوافق بشأن قانوني التقاعد.